بسم الله. لما نيجي نتكلم على انرجي اناليز وعايز اعمل تحليل المبنى، فاول حاجه بعملها ان انا ادخل معلومات المبنى كله صح، البروجكت انفورميشن، واهم حاجه بالنسبه لي انرجي سيتنج. ببدا ادخل المعلومات دي مظبوط. طيب لو في سبيس معين عايز اديله قيمه مختلفه، خلينا نيجي هنا بيعرض لي سيمبل انا عايز المشروع كله، فاقول له براوز واقول له اول واقول له اوكي، فاختار من الفلور وليكن مثلا نختار اي دور، خلينا نختار السبيس. السبيس دي مثلا هاجي هنا في البروبرتيز هلاقي ان هو بيعمل الكتريكال لايتنج، الكتريكال لود، الدايمنشن، ميكانيكال فلو، ايديفاي داتا، انرجي اناليز. هنجي هنا هنلاقي كونستراكشن. طيب هو هنا واخد العادي اللي هو بيلدينج، بحيث ان انا لما بغير في المانج بيبدا يتغير في كل السبيس. فانا اقول له لا ده انا عايز حاجه سبيشال، باجي هنا الاقي دي الحاجات اللي موجوده. تمام. طيب انا لو جيت عايز اغير حاجه ما بتتغيرش، لان هو انا مرتبط بالبيلدينج الديفولت اللي هو موجود في المشروع، اول ما بيتغير اي معلومه بيتغير فيهم كلهم مره واحده. طيب انا عايز حاجه جديده او حاجه سبيشال، فهاجي هنا هقول له انا عايز نيو، فبيقول انت عايز تسميه ايه، اقول له انا هسميه كونستراكشن 1 مفيش مشكله، فبيجي بيقول لي اوفر رايت. اوفر رايت يعني ايه؟ يعني لو في قيمه متعارضه مع القيمه الاصليه لا خد القيمه ديت. تمام. يعني الكلام ده عام وده حاجه خاصه، يعني مثلا لما المدير يقول كل الموظفين هياخدوا 5 جنيه مكافاه ما عدا احمد هياخد 20 جنيه، يبقى ده حاجه اوفر رايت، حاجه سبيشال للشخص دوت. فمثلا هقول له الروف اوفر رايت، واختار حاجه غير البيلدينج وليكن مثلا فلات روف سلوبنج، ابدا اشوف ايه القيم اللي مناسبه للغرفه ديت، السيلينج ايه الحاجه اللي سبيشال ليها، الدور، ببدا اديله المعلومات اللي على اساسها لما اجي اعمل الحسابات بتاعتي هيحسب بالحاجات دي. اليو هنا قد ايه في الدور، الفلور هتبقى قد ايه، فابدا ادخل القيم. بعد كده لما احب اعمل في غرفه تانية اقول له كونستراكشن 2 مثلا، وابدا اديها القيم اللي انا عايزها. تمام. لو انا بختار بيلدينج ما مفيش اي معنى ان انا اختار اوفر رايت. تمام. وكده لما نيجي نعمل الحسابات خلاص يبقى الغرفه دي هيبقى ليها معامله خاصه بيها.